مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. بتوع عم تشوفوا هذا الفيديو عن لعبة ماينكرافت. بهذا الفيديو راح نجرب قطعة تيك توك بينكم إذا هي صح ولا غلط، وخليكم مع الخدعة الأولى. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. طبعا هاي الايتيمات اللي بنحتاجها لنعمل هاي الخطة. اول شيء بنحط الستيكي بيستين، بعدين بنحط سلايم بلوك، بعدين بنحط هاي، بعدين بنحط اربع ريدستون. ما بعرف اذا بتفرق اذا كانوا اربع ريدستون ولا اكتر. بعدين بنجيب الريبيتر، نحط واحدة هيك وواحدة هيك وواحدة هيك وواحدة هيك، بعدين بنحط الريدستون على الاطراف بهذا الشكل. بعدين بنيجي لهون بنحط ليفر، بعدين هيك بيكون تمام. بنيجي بنحط انفيل وبنحط فيها هاي وبنطورها هاي التطوير. بعدين بتضرب اكتر من واحدة، بعدين تكبس هذا الزر وتضرب واحدة. اوكي شكلها ما راح تزبط. فتعني زبطت. اوه ديم. طبعا مثل ما شفتوا الخدعة الاولى طلعت ناجحة. طبعا هاي الايتيمات اللي بنحتاجها لنعمل هاي الخدعة. اوكي اول شي بنبني بوابة نذر عادية هيك، تمام. بعد ما نبني بوابة النذر بنيجي لهون، بعدين بنحط اثنين دسبنسر بهذا الشكل، بعدين بنيجي بهذا الشكل وبنحط بلوك التيرت، بعدين ستون تورش، بعدين بنجيب الستيكي بيستن بنحطه بهذا الشكل، وبعدين بنحط ثلاث بلوكات بهذا الشكل، وبنحط ريبيتر ونجيب الستون بنحطه هون هيك. طبعا هون في واحدة ريدستون تتحطها اول شيء، بعدين ناخذ الاوبسيرفر ونحطه بهذا الشكل، بعدين بنيجي لهون ونحط بلوكة مي وبنحط هون بلند اند ستيل، بنيجي بنحط الليفر هون، وإذا بدكم فينكم تسكروا بالكبل ستون بهذا الشكل، يعني مشان تبين هيك. هلا خلونا نجرب الخدعة، جاهزين؟ طبعا يا شباب هي الخدعة الثانية والحمد لله نجحت كمان، فصاروا الخدعتين ناجحات. هلا خلونا مع الخدعة الثالثة. طبعا هي الايتيمات اللي بنحتاجها لنعمل هي الخدعه. طبعا اول شيء بنيجي هيك وبنحفر بلوكتين، بعدين بنحط ثلاثه سلاب بهذا الشكل، بعدين بنجيب الارمور ستاند وبنحطه بهذا الشكل، نحط عليه راس الكريبر، بعدين بنجيب البلوكات الدايموند وبنحطه بهذا الشكل، بعدين بنحط البلوك الدايموند. طبعا فينك تحط اي بلوك بدك اياها، مو ضروري بلوك الدايموند. طبعا بنحط الستيكي بيستن بهذا الشكل، بعدين بنجيب الريد ستون وبنحطه بهذا الشكل، بعدين بنشيل هاي الشغلات ما عاد نحتاجها. بنيجي لهون وبنطلع خمس بلوكات بالريد ستون، بنحط بلوك هيك وبنحط الكلاس هون. جاهزين لنشوف اذا هاي الخدعه راح تزبط ولا لا؟ ليتس جو. اوه والله زبطت، والله هاي الصراحه هاي اول خدعه يعني بتفاجئ كثير فيها. باقي الخدع كنت انه قول منطقيين، اما هاي الخدعه كثير رهيبه صراحه، يمكن تصير تعملها ببيتك او في السيرفر تبعك، كثير راح تكون رهيبه كديزاين، انه اول ما يفتح البيت يكون في راس كريبر او هيك. طبعا هي الخدعه مثل ما شفتوا طلعت صح وناجحه. اوكي طبعا هي الايتيمات اللي بنحتاجها لنعمل هي الخدعه. فاول شيء بنروح بنحفر بلوك وبنحط سبنسر بهذا الشكل، وبنحط ثلاث بلوكات ليرت بهذا الشكل كمان، وبعدين بنشيل بلوكتين، بنحفر بلوك هون وبنحط ستون وريد ستون وبنحط الباتن هون، بعدين بنحط الدروع والراس بالسبنسر. بالنسبه للسكليتون، بس قبل ما ارسم السكليتون اكتبوا بالتعليقات شو بتتوقعوا تزبط ولا لا. انا هي الخدعه ابدا ما اتوقعها تزبط. فا اوكي خلينا نجرب، ليتس جو. اوكي مثل ما قلت لكم ما راح تزبط الخدعه. طبعا هاي هي الخدعه الرابعه وللاسف طلعت خاطئه، فخليكم مع الخدعه الخامسه. سيم بابا طالوبيلا парню я намонила прощу полюбила она его половина сим папа полюбила парню я намонила бродягу полю. اوكي طبعا هي الايتيمات اللي بنحتاجها لنعمل هي الخدعه. اوكي اول شيء بنحفر ثلاث بلوكات بهذا الشكل، وبنحط اثنين ستيكي بيستن وبنحط التستون بالنص، بعدين بنجيب الاوبسيرفر وبنحطه بهذا الشكل، وبنحط ستيرش بالنص كمان. اوكي تمام هي بهذا الشكل، بعدين بنيجي لهون وبنحط بلوكتين كوارتز بهذا الشكل. طبعا فينك تستعمل اي بلوك بدك اياها، بعدين بنجيب الاوبسيرفر وبنحطه بهذا الشكل كمان، وبنجيب التسبنسر وبنحطه بهذا الشكل، بعدين بنجيب الليفر وبنحطه هون. وهلا لازم طبعا نحط التسبنسر فاير بول.
اوكي شو رايك راح تشتغل ولا لا؟ صراحه انا بتوقع تشتغل، لانه مره شفت يمكن فيديو تيك توك كمان عاملة، يعني في اكثر من فيديو عاملينه، وبتوقع انه تشتغل مو خدعه او كوماند بلوك او شيء، فخلينا نجرب. اوه ديم، والله صراحه منظرها كثير رهيب. خلاص بس بس بكفي. طبعا مثل ما شفتوا يا شباب، هاي الخدعه الخامسه وطلعت كمان ناجحه، وخليكم مع الخدعه اللي بعدها. هاي هي الايتمات اللي بنحتاجها لنعمل هاي الخدعه. طبعا اول شيء بنحفر حفره من بلوكتين، طبعا فينك تحفرها من بلوكه واحده بس انا حبيتها من بلوكتين. بعدين بتحطه بهذا الشكل اوبزرفر. طبعا بعد ما تعمل هذا الشكل اللي قبالكم بتحط ريدستون بالفراغات، وبعد ما حطيت ريدستون بالفراغات بتشوف اذا الريدستون عم يضوي مثل هاي مثلا، بكون شغلك صح لحد الان. بعدين بترجع بتمسك الاوبزرفر وبسكر المنطقه بهذا الشكل، طبعا بسكرها كلها، بس لا لا مو هيك، خليها لفوق يعني هيك. اوكي بعد ما تسكر بهذا الشكل تنتبه اذا عم يضوي، اذا كان عم يضوي كمان شغلك لحتى الان صح. بعدين بتمسك الريدستون لامبو بتصير تعمل بهذا الشكل. طبعا الخدعه زبطت، انا كنت متوقع انها تزبط صراحه لانه شفتها باكثر من مكان. فا اوكي صراحه هاي الخدعه كثير رهيبه، ويعني كثير سهله، ما بدها الا يعني بتشتغل بالريدستون وبالاوبسيرفر بس، يعني مثل ما شايفين، بس انه بدها وقت بناء يعني، عرفت شلون؟ طبعا يا شباب هاي الخدعة زبطت صراحة، كنت متوقع انه تزبط لانه شايفها قبل بمرة. صراحة هاي كتير رهيبة الخدعة اذا بتعملها بعالم سيرفر كده. وهلا خليكم مع الخدعة اللي بعدها. اوكي طبعا هاي الايتمات اللي بنحتاجها لنعمل هاي الخدعه. اوكي اول شيء بنجيب هاي البلوكه، طبعا فينك تجيب اي بلوكه بدك اياها، مو ضروري هاي البلوكه، بس هو عامل بهاي البلوكه فبنعمل مثله، بتعمله بهذا الشكل. طبعا فينكم تطلعوا اي ارتفاع بدكم اياه، بدكم اياه يعني انا راح اعمل بهذا الارتفاع اللي هو عامله. بعدين بتشيلوا هاي هدول الزوايا اللي هيك ما بنحتاجها بهذا الشكل. اوكي وبعد ما تعملوا هذا الشكل بتبعدوا اربع بلوكات، واحد اثنين ثلاثة اربعة، بتخلوا فراغ اربع بلوكات، بتيجي لهون وبتعملوا نفس الشكل. اوكي وبعد ما تحطونه بهذا الشكل بتجيبوا اي نوع ستيرس بتحطوه بهذا الشكل كمان. طبعا فينكم اي نوع ستيرس واي نوع بلوك تستعملوا، مو ضروري البلوكات والستيرس اللي انا عم استعملهم. وبعدين بتشيلوا لزيادة، بعدين بتيجوا هاي الجهة وبتعملوا نفس الشيء اللي عملتوه بهذيك الجهة. تشيلوا البلوكات اللي زيادة بهذا الشكل. طبعا بعد ما تعملوا هذا الشيء بتجيبوا الستيكي بيستن وبتحطوه بهاي الأماكن بهذا الشكل. اوكي وبتحطوا بهاي الجهة كمان. بعدين بتجيبوا هذا الشيء اللي أنا ما بعرف شو اسمه صراحة، وبتحطوه هيك على كل بلوكة. طبعا ما في داعي تحطوا بلوكات بالنص، هو حط بلوكات بالنص بس أنا بتوقع إنه ما في داعي يعني، هلا بنشوف. بعدين بتجيبوا السترينج وبتحطوه بهذا الشكل. اوكي شكلها زبطت يعني، بلش تزبط. اوكي بعد معاناة مع حط السترينج بهذا الشكل، خلونا نجرب الخدعة. جاهزين؟ ليتس جو. اوه صراحة رهيبة، مع انه فيها شوية لاج، ما بعرف اذا اللاج من الخدعة ولا انه في شي غلط، بس ما بتوقع انه عامل شي غلط كله صح. خلينا نجرب مرة ثانية. صراحة الخدعة رهيبة كتير صراحة، يعني اذا بدك تعمل طابق تاني للبيت تبعك فينك تعملها، وهي الخدعة كمان ناجحة. لهون بنكون وصلنا لهذا الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك، وتابعوني على حسابي بالانستغرام. اذا بدكم انزل لكم جزء تاني من هذا المقطع اكتبوا لي بالتعليقات. وبس شكرا على المشاهدة.